السلام عليكم. انا الاب ديال بنيته دعاء الطويل اللي تغيبت هذه دابا طالعه ثلاثه ايام في ظروف غامضه، وكنطالب الناس يدعيو معنا على الله ربي يجيب الفرج، واللي يسمع شي حاجه ولا هذاك يتصل. بنت مشات في 8:30 الصباح نهار ثلاثة، مشات على اساس الدراسه ديالها والقرايه ديالها، ولكن تا كنسمع الخبر بان بنتي ما جاتش للدار. من مشيت شفت المدرسه، جبات المدرسه مجدوده، دقيت على الحارس، خرجنا عندي، سقسيته، قلت له على حساب واحد التلميذه دعاء طويل، عطيتو البينات ديالها كامله. قال لي انا تسرقت واحد العائله في ابتدائي، كانت تسرقت حق ماشي هنايا في هذه المدرسه. وقلت له دابا انا خصني شي مسؤول، شي واحد تقدر شي تعيط له تعطيني النمره. قال لي ما كاين حتى شي واحد تنغدى. واش ايوا، ودقيت بالجهد وخرجت المديره، عاد كنكتشف بان المديره تما وخرجت وفتحت الباب. ايوا وشفنا وعيطت في التليفون وهذيك، وعيطت للبوليس وجاو البوليس وعملنا المحضر ديالنا. ودابا كنتمنى الله كتقدر في زامخشاري في الثامنه في بني مكادة، زامخشاري بني مكادة. و صحاباتها شي كيقول، وحده كتقول بان مشات لطبيب السنان، وحده كتقول بان كيجي واحد السيد من هنايا ما كيقراشي، والسيد كبير كيبقى يدور بينا وكيدور بهذيك، ما عرفناش. ايوا شي بالتحرش، حنا ما نحسبوش التحرش لان الاول ما نقدرش نصدق الكلام ديالو صحيح، شي بالتحرش. وكتقول بان بنتي مشات معاه بهذه الطريقه، وانا بنتي شفتها اخر نوبه، شفتها في كاميرا، كنت كنهوس في كاميرا كنشوفها في الحوانات حانوت بحانوت، حتى وصلت نهبطها فين دخلت المدرسه اختفت علي. واحد السيد الله يجازيه بخير طلبت له الكاميرا، قال لي انا كنطفي كاميرا اختفت. كانت ماشيه بوحده وبحال شي واحد من بعد من واحد الجهه اخرى، اولا في التليفون كتبقى تدور موراها، وكتبقى العائله ماشي طبيعيه، لان مشتها في كاميرا هنايا في القهاوي ديال الحي ديالنا. وهذه كانت طفله ماشيه للمدرسه عاديه، ماشيه مرتاحه، ماشيه بثقه النفس ديالها وكل شيء. حق ميا ودت بالسينما طارق نتاحس، كنكتشف بنتي ماشي هي هذيك في الطريقه ديالها، بحال اللي مخلوعه، بحال اللي مخطوفه، بحال اللي شي واحد كيرش، بحال اللي ايوا في التليفون زيدنا هنا وهي خوفانه. هادشي اللي كتاش، وكنتمنى الله نسمع شي خبر خير عليها، ودعيو معنا خوتي. عملنا الاجراءات والشرطه زعما صراحة الله في هاد الساعه وقفت معنا حاليا دابا، وساعدتنا وقتنا وسطتنا واحد الامل كبير. ان شاء الله يا ربي نجبروا العائله في اقرب وقت. و ايوا كنتمنى المواقع تقالوا بان لقيتوا البنت، ما كاين والو، ماشي صحيح. الاشاعه حيت واحد جات واحد المعطيات بان العائله بانت، ومشينا لعين مكان في بومبا ديال جات كزنايه قدام المطار، جبرت ماشي بنت ديالي، جبرت ماشي هي هذيك، هي اللي قالوا بان بنتي شبهوها، تشابه وسالم. وكنتمنى الله، انا بيدي كنتمنى كانت لابسه البدله ديال المدرسه في بلومير، عندها قميجه بيضاء والبدله ديالها كامله والحجاب ديالها، حجاب وسبردينه كحله، حجاب شمن لا في كحل. التليفون مي اختطفت في ديك هذيك، طافي التليفون حاليا دابا كنعيط، التليفون ديالها مسكينه طافي. شوفنا العائله تبارك الله كامله جات عندنا وواساتنا وقفت معنا الله يجازيهم بخير، حتى الحي الناس الحي ديالنا والجيران ديالنا حتى هما وقفوا معنا وجاو وساونا ودعوا معنا الله يجازيهم بخير. اذا العائله في عمرها 14 عام، حكم فرق السن ديالها ما تقدرش تمشي،
انا العائله مع عمره عند الحي الدار المدرسه مدرسه الدار، واذا خرجنا مع بعضيتنا كعائله. انا كنت نطلب من بنتي ترجع لي وترجع باسم الدار وترجع الدار، حيت الام ديالها بحالها لا يرثى لها، وحنا بحال عندنا في الدار جنازه شي بجنازه وصافي. صراحه اذا جات بنتي هذيك هي الفرحه ديالي، ما خصني والو انا حتى شي حاجه، خصني بنتي نشوفها قدام. والله يجازيكم بخير، دايو معنا وقفوا معنا اختنا مغاربه، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالد. السلام عليكم.